اهلا بيكم من جديد. خلينا دلوقتي نتكلم كده عن حاجه مهمه جدا في الفتره الاخرانيه، ان احنا نبتدي نتناقش ونتحاور ونسمع ونرد على بعض ويبقى عندنا معلومات ونتساءل عن طريق المعلومات. يمكن عشان كده هنتفرج دلوقتي مع بعض يا شاذلي على فيلم المشوار. فيلم المشوار فيلم قصير بيتكلم عن حاجه لطيفه قوي، او الفكره كلها قائمه على زياره لاستاذ جامعه اللي هو احمد فؤاد سليم، الفنان القدير احمد فؤاد سليم، وهيكون معاه مجموعه من الفنانين تامر فرج وغيرهم هيكونوا موجودين في الفيلم. بيتكلموا فيه عن التساؤلات اللي بيطرحها طلاب الجامعه عن العاصمه الاداريه الجديده. هيكون بقى في اثناء الفيلم ده زياره لمدينه الثقافه والعلوم، عرض للمتحف اللي موجود فيه مختلف العواصم والاماكن المختلفه، حاجات كتير جدا هتكون موجوده في الفيلم ده. اهميه الفيلم ده انه بيوجه رساله للشباب ولشعب مصر كله، مفيش مشكله من الانتقاد، مفيش مشكله لو عايز تستفسر عن حاجه، لكن المفروض يكون عندك معلومه. اساس الحاجه دي لازم يكون عندك، اقرا واعرف واسال واستفسر، طالما انت هدفك في النهاية هو ان بلدك تكون احسن بلد في الدنيا. مفيش مشكلة خالص من التساؤلات اللي ممكن بيسألها بعض الشباب، لكن لازم يكون عنده درجة عالية من الوعي. الفيلم ده طبعا بيعتبر اول تعاون ما بين مؤسسة حياة كريمة ومجموعة كبيرة من الفنانين زي ما كانت منا بتقول. هدفه في النهاية ان احنا قدام يعني حرب من حروب الوعي، لازم الشعب يكون واعي وعارف ايه هي المشاكل اللي بتواجهه. احنا كان لسه مفيش، يدوب قبل الموجز كان معانا شاب فاهم كويس قوي، بيعرف يتكلم كويس قوي، دي ميزه بالمناسبه ان يكون عندنا شباب عارف يتكلم وعارف ابعاد المشاكل المحيطه بيه، قادر ان هو يتكلم ويعبر عنها وكمان يدي حلول لهذه المشاكل. خلينا نروح نشوف فيلم المشوار ونرجع لحضراتكم مره تانية. احنا هنكمل اللي بدأناه في المحاضرة اللي فاتت واللي اتكلمنا فيه عن البنية التحتية والتوسع العمراني ودورهم في التنمية الاقتصادية. في أي حد عنده أسئلة من المحاضرة اللي فاتت؟ أيوة ماهر. لو تسمح لي يا دكتور بعد إذن حضرتك، لو أخد كلام حضرتك وطبقه على أرض الواقع، الدولة بقت تصرف فلوسنا في مشاريع مجهولة زي مشروع العاصمة الإدارية اللي محدش عارف له آخر. أيوة ياسين، أنا محتاج أعرف ليه نبدي مشروع في قلب الصحراء ده بعيد عن كل حاجة، ومصالح حكومية إيه اللي الناس هيروحوا لها آخر الدنيا؟ كان أولى بصراحة يا دكتور بدل الفلوس اللي بياخدوها مننا ضرايب دي إنها تتصرف في حاجات تانية زي التعليم أو الصحة مثلا. ياسمين، لما تحبي تشاركي تبقى ترفعي إيديكي لو سمحتي. أسفة يا دكتور، أنا بس حبيت أنظم الحوار، اتفضلي كملي. وكمان يا دكتور العاصمة الإدارية دي معمولة بس للناس اللي معاها فلوس، يعني مش لكل الناس. أيوة سليم، الحقيقة يا دكتور أنا شايف إن العاصمة الإدارية مشروع من أهم المشروعات اللي اتعملت الفترة اللي فاتت. حلم خروج من شريط الدلتا الضيق، من زحمة القاهرة، من خنقة حتة الأرض اللي عايش فيها أغلب المصريين ومساحتها لا تتعدى 7 أو 8% تقريبا. وبالمناسبة اللي اتعمل في العاصمة ده ما اتعملش هناك بس، الحل اللي اتعمل في القاهرة اتعمل زيه في محافظات كتيرة جدا، كل مدينة تقريبا اتبنى جنبها مدينة مجاورة ليها جديدة. أنا عندي خريطة يا سليم تشرح كل اللي انت قلته ده. كل المدن تقريبا اتعمل لها ظهير عمراني جديد عشان يستوعب الزيادة السكانية اللي بتزيد في كل محافظات مصر. أيوة يا سؤال، أنا شايفة يا دكتور إن مشروع العاصمة الإدارية مشروع مهم جدا، بس الصراحة مش شايفة إن ده دلوقتي خالص. المفروض كانت تتبني على مراحل، يعني 20 25 سنة على الأقل، لكن إنها تتبني بالسرعة دي متهيألي ده هيعمل ضغط كبير جدا على ميزانية الدولة، خاصة إن إحنا خارجين من ظروف ركود بسبب وباء كورونا. معلش يا سليم، شو الأستاذ مراد عايز يقول إيه؟ اتفضل. الناس ناسية تكلفة الوقت يا دكتور. كل ما الوقت بيتأخر أكتر كل ما المشاكل بتزيد. كل ما الناس مش هيلاقوا اماكن علشان يعيشوا فيها بالتبعيه العشوائيات هتزيد، وساعتها هنزيد الضغط على المرافق اللي هي اساسا مش ناقصه. اتفضل اتفضل. انا شايف يا دكتور ان موضوع العاصمه ده تحديدا لا ينطبق عليه كلامنا اصلا، لانها ببساطه فتحت مجال الاستثمار الاجنبي والمحلي. يعني كمان مع التضخم اللي بيحصل النهارده في العالم كله، اللي عملناه من سنتين ب 10 قروش كنا هنعمله النهارده ب 100 قرش. اتفضل.
طب ما هو بنفس طريقه التفكير دي يا دكتور، احنا كان ممكن نعمل مصانع ونشغل فيها الناس قبل ما الدنيا تغلى. ايوه ايوه سليم اتفضل. هو مين قال يا دكتور ان المشاريع دي ما شغلتش ناس؟ بالعكس، المشاريع دي فيها كثافه عاليه جدا من العماله، وقدرت تستوعب فعلا عماله كتير كانت راجعه في وقت من ليبيا ومن دول تانية بسبب المشاكل اللي فيها واضطروا يرجعوا مصر. وعلى فكره نسبه البطاله سنه 2014 كانت واصله لحوالي تقريبا 13%، وفي 2019 بقت 8%. مع العلم ان احنا كل سنه عددنا بيتزايد. انا سمعت كل اللي قلتوه، وللاسف المعلومات اللي عندكم ناقصه كتير. انا عندي فكره، ايه رايكم لما نروح العاصمه الاداريه الجديده ونشوفها على ارض الواقع ونقيم الموضوع بشكل اوضح؟ يا دكتور عاش من سمع صوتك. عايز اجي ازورك في العاصمه. يا سيدي اتشرف، انا كم مره قلت لك تعالى. ايوه بس انا مش جاي لوحدي. يا سيدي تنور انت وكل اللي عايزه يجي معاك. انا والشباب اللي عندي في الكليه هيجوا معايا. خير يا ترى؟ رحله كده انا والشباب يزوروا العاصمه ويشوفوا الحقيقه على ارض الواقع، بدل الاشاعات اللي محوطانه من كل حته وملخبطه افكار الناس. اه والله يا دكتور الله يبارك لك. طب تحبوا تيجوا امتى؟ يوم الجمعه الجايه ان شاء الله. لا لو كده بقى يبقى نتقابل من اول اليوم واجي معاك. صباح الخير يا شباب. مبسوط قوي ان انا اكون معاكم النهارده واحنا بنزور العاصمه الاداريه الجديده عشان اجاوب لكم على شويه تساؤلات اكيد بتدور في دماغ كل واحد فيكم. هو ليه نعمل عاصمه اداريه جديده؟ ما القاهره موجوده. لاننا النهارده بنخش حقبه تاريخيه جديده. بنخش جمهوريه جديده. مش عايزين بس ان احنا نصلح فيها اللي فات او نطوره، لا ده احنا عايزين نبني بفكر جديد ونعمل تجديد شامل. فكان لازم نعمل عاصمة إدارية جديدة. العبقري الدكتور جمال حمدان الله يرحمه، ده واحد من أنبه علماء مصر، قال حاجة لخصت فكرة بناء العاصمة الإدارية. قال إيه؟ قال إن الرمل لازم يكون حل للعمران، وإن واحد من أهم الحاجات اللي هتحل مشاكل مصر إن القاهرة تبقى العاصمة السياسية فقط، ما تبقاش العاصمة الاقتصادية والتجارية والإدارية. طب الحمد لله على السلامة يا شباب، احنا كده وصلنا. من هنا يا اولاد هنشوف اهم معلم من معالم العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأبراج، وخصوصا البرج الايقوني اللي الناس كلها بتتكلم عنه لانه بيصنف كاعلى نقطه واعلى برج في افريقيا بطول 385 متر. يعني تخيلوا كده برج القاهره مرتين فوق بعض. طب واحد هيجي يقول لي ايه لازمته يعني برج ايقوني واعلى قمه في افريقيا، هيفيدنا بايه يعني انه يكون برج عالمي؟ هي مش منظره، الموضوع ده ليه مردود مهم جدا اقتصادي وسياحي، ان يكون عندك برج عالمي الناس كلها بتتكلم عنه. المستثمر الاجنبي مش بس بيدور على انه يستثمر في بلد العماله فيها رخيصه ومتوفره او انه اسعار الخدمات فيها من ميه وكهرباء رخيصه، لا بيدور كمان على حاجه مهمه، مكان شركتي او مصنعي هيكون فين؟ المكان اللي هيكون فيه النشاط التجاري بتاعي، هل هيكون الشركه بتاعتي في برج أيقوني الناس كلها بتتكلم عنه ولا يكون في شارع صغير في المعادي؟ عشان كده الناس بتنجذب إنها تروح لأماكن معروفة زي برج خليفة، أبراج شنغهاي، المركز التجاري العالمي. يبقى ده المردود الاقتصادي. طب يا ترى يا باشمهندس مساحة العاصمة تقريبا قد إيه؟ العاصمة الإدارية مساحتها 170,000 فدان، متخيلين قد إيه؟ يعني تقريبا 680 كيلومتر مربع. أبسطها لك، يعني تخيل كده قد مساحة دولة زي سنغافورة بالتقريب. يعني يا سيدي تخيل 4 مرات مساحة واشنطن عاصمة أمريكا. مساحتها كبيرة مش كده؟ اه طبعا. طب تخيلوا بقى إن المستشارين المعماريين والمسؤولين التنفيذيين في العاصمة بيقولوا إنه مع المشاريع الجديدة في المستقبل مساحتها هتكبر وتوصل ل 237,000 فدان. إيه رأيكم؟
نكمل بقية البرنامج بتاعنا؟ يا ريت يا باشمهندس، عشان يومنا كافي ولا تحب نجي لك تاني يعني؟ يا سيدي تنوروا، نجونا كل يوم كمان، اتفضل. وهنا بقى يا شباب مدينة الفنون والثقافة، مبنية على 127 فدان. ها فنانة، لقينا الحاجة اللي تخص. شوفي بقى يا ستي، لو انت بتحب الفن او اي حد مهتم بالفن فيك وعنده مواهب، هتشوفوا هنا حاجات فعلا هتفخروا بيها. اولا قدامكم اكبر دار اوبرا في الشرق الاوسط، بتضم ثلاث مسارح اساسيه. اول واحد مسرح للعروض الاوبراليه، وده بيتسع ل 2200 فرد، يعني تخيلوا معايا انه دار الاوبرا في القاهره حوالي 1050 فرد فقط. وعندنا كمان مسرح للعروض الموسيقيه، وده 1200 فرد، ومسرح للدراما، وده حوالي 650 فرد، يعني تخيلوا انه اكبر مسارح مهمه كتير في مصر. ورا دار الاوبرا عندنا مسرح مكشوف بيسع 15000 فرد. ده غير بقى مكتبه العاصمه، ودي بتضم 70000 كتاب مطبوعه. وطبعا عشان شباب اليومين دول ما لهمش قوي في الكتب المطبوعه، فالمكتبه موفره لكم 2 مليون كتاب ديجيتال. وملحق بيها مكتبه للطفل وصالون ثقافي ومبنى كبير لعروض السينما الوثائقيه. ودي مش كل حاجة هنا في مدينة الفنون والثقافة، احنا دلوقتي شفنا الفنون، تعالوا بقى نشوف الثقافة. هوريكوا جوهرة. جينا بقى لجوهرة مدينة الفنون والثقافة، متحف عواصم مصر. المتحف ده بيحكي لنا ملامح تاريخية العواصم المصرية على مدار 7000 سنة حضارة. 22 عاصمة، لأن زي ما قلت لكم كل ما يبقى فيه فكر جديد بنغير عاصمة، زي العاصمة الجديدة اللي احنا فيها. واخترنا في المتحف ده 6 عواصم أساسية، لأنه التغيير فيهم كان تغيير جذري، تغيير مهم. منف عاصمة الدولة القديمة، أول عاصمة لمصر. طيبة اللي هي الأقصر، بعد ما طردنا الهكسوس اتخذناها عاصمة للدولة الحديثة. تل العمارنة لما جه إخناتون وأعاد توحيد الديانة المصرية. اسكندرية لما جه الإسكندر الأكبر بفكر يوناني ودمجه مع الفكر المصري. ولما جه الفتح العربي ومن بعده جه الفاطميين عملنا القاهرة الإسلامية، ومن بعدها في عهد محمد علي القاهرة الخديوية. والمتحف بيحتوي على أكثر من قاعة، عندنا قاعة المومياوات، قاعة مقبرة توتو، ودي مقبرة مكتشفة حديثاً نقلت بالكامل بتتعرض هنا، قاعة العملات، في كمان مبنى الموسيقى المعاصرة، وبيت العود، ومسرح الروماني الصغير. أما بقى متحف الفن الحديث فده فيه 6 قاعات: قاعة المستشرقين، قاعة ملامح من عصر محمد علي، قاعتين للفن الأوروبي، والفن المصري المعاصر ليه هو كمان قاعتين. معقولة كل ده هنا؟ أكيد، إحنا بلد الفن، فلازم إمكانياتنا اللي نعرض بيها الفن ده تكون على قد أهميته. على فكرة أهم حاجة في المتحف ده مش المعروضات اللي فيه، قد طريقة عرضها وإزاي بنلقي الضوء عليها. ولو عندكم وقت ممكن نقعد نكمل. لا لا لا، خدنا للجزء اللي بعد كده في البرنامج لو سمحت. طيب يلا بينا. هنا بقى يا شباب الحي الحكومي، واول حاجه بتقابلنا في الحي الحكومي هو حي الوزارات اللي انتوا شايفينه قدامكم، اللي بيضم 34 وزاره تقريبا. ده غير مقر رئاسه الوزراء ومجلس النواب و10 مجمعات زي مجمع التحرير. تخيلوا بقى مجمع التحرير ده لما يتشال من قلب العاصمه ويتفك هنا ب10 مجمعات فيهم كل المصالح والهيئات اللي انتم محتاجينها، يعني مثلا التامين الصحي، اذا كان مجالس نيابيه، الجهاز المركزي للتنظيم والاداره. يعني ببساطه جدا تخيلوا الموظف بدل ما هيقول لك هات لي الورقه دي من وزاره كذا وتروح اخر الدنيا وتروح وسط البلد، لا، في نفس اليوم هتنزل من هنا لهنا وتخلص مصلحتك بسرعه. طب يا باشمهندس، لما الوزارات تتنقل هنا الزحمه هتخف في القاهره، وده شيء مفهوم طبعا، بس ازاي الدوله هتقدر تستفاد اقتصاديا من الموضوع ده؟ تقليل البيروقراطية بيساوي وقت للدولة وللمواطنين، الوقت ده بيترجم لفلوس كتير. يعني مثلا الزحمة المرورية، الزحمة المرورية دي بتعمل شلل تام لكل مرافق الدولة،
وعشان أقرب المسافات بالأرقام، القاهرة الكبرى لوحدها بتخسر سنوياً حوالي 8 مليار دولار بسبب الزحمة. إيه يا باشمهندس؟ إيه؟ احنا نفضل هنا طول الوقت ولا إيه؟ وتودينا حي المال والأعمال، احنا ما عندناش وقت على فكرة. ما احنا مش محتاجين نروح، هو حي المال والأعمال هو ده. زي ما أنتوا شايفين مركز لكل الأنشطة التجارية والمالية والإدارية اللي ممكن يحتاجها أي مستثمر. وأنا في رأيي إن الحي ده بالاستثمارات اللي دفعت فيه والإمكانيات اللي موجودة فيه هيخلي مصر مركز إقليمي لحركة التجارة والمال والأعمال مش بس في العالم العربي لكن في الشرق الأوسط كله. طب بعد إذنك يا باشمهندس، هو الناس هتيجي تعيش هنا ولا ده هيبقى بس مكان للشغل؟ لا طبعاً، هيبقى كمان في أحياء سكنية، في أحياء سكنية موجودة زي مثلاً حي الار 3، وده علشان الناس بتقول إنه العاصمة الإدارية لناس وناس. لا، هنا عندنا حي الار 3 مثلاً في وحدات سكنية لجميع المستويات المختلفة اللي تناسب كل شخص في المجتمع. طب دكتور، هو أنا ينفع صور واخد ستوريز؟ والله يا نظيف سيزيو بيقول عليه الباشمهندس مايد، هو اللي هنعمله. طبعاً شرفونا، عملوا كل حاجة، خدوا راحتكم. بص بقى يا شباب، احنا هنا في معلم جديد من المعالم بتاعة العاصمة الإدارية، المدينة الرياضية والمدينة الأولمبية. احنا هنا في المدينة الرياضية. هو احنا هنروح المدينة الأولمبية؟ لا، ده عايزة بقى يوم بحاله، لأن ده مشروع عملاق ومحتاج وقت كتير جدا عشان نشوفه، لأنه ده هيخلي مصر عندها استعداد إنها تستقبل بطولات عالمية. المدينة الأولمبية مبنية على 92.5 فدان، فيها 4 ملاعب كرة، 10 ملاعب خماسي، 8 ملاعب تنس، وصالة مغطاة عملاقة بتساع 7000 فرد وفيها 3 استادات. ده غير المطاعم والفنادق والمحلات الرياضية والأماكن الترفيهية سواء للزوار أو للرياضيين. وغير إن المكان ده ليه فايدة كبيرة جداً على الرياضة المصرية والرياضيين المصريين، هو كمان نقطة مضيئة لمصر في كل مرة هتتقدم فيها إنها تستضيف بطولة من البطولات العالمية، وهتقدر تخليها تستقبل بطولات عالم من غير ما تعمل الزحمة الرهيبة اللي بتحصل في البلد ساعة لما بتيجي الوفود ونوقف لهم الطريق والاستقبالات والحاجات دي كلها. ومين عارف، يمكن في يوم من الأيام تلاقي مصر بتستضيف كأس العالم. طب واللي هيقول لي إيه يعني ما تستضيف كأس العالم، وإيه يعني نستضيف بطولات عالمية، هنستفيد إيه؟ لازم تعرفوا إن الرياضة النهاردة صناعة واستثمار، وممكن كمان تبقى مصدر كبير من مصادر الدخل القومي. فعلاً المحافل الرياضية سبب رئيسي للدعاية لأي بلد، وممكن تكون وسيله للجذب السياحي. سهلا عادي. ها ايه ده؟ سوري يا شباب. لا سوري ايه، ده احنا هنيجي نلعب معاكم دلوقتي. طب يلا بينا. قول لي يا دكتور. انتوا تلعبوا لكن انا هقابلكم حكم الصفاره. يلا.